خلصنا السكال وما شاء الله قريتوها. اليوم حناخذ الاكسل سكيلتون والابندكار سكيلتون. طبعا شويه اللي عندنا صعبه بلش لي اول شيء صوتي السكرايزيشن الصوت مضبوط مضبوط بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا طلاب حالنا حالكم يعني اكو احتماليه نغلط نحكي شيء غلط او كذا او انتم عندكم مثلا جزء خلفيه على الموضوع عندكم معلومه تقدرون يعني تقولون اللي عنده معلومه او اي سؤال يحكي يعني يقدر يحكي عادي شيء ما فهمتوا احنا هسه هاي المحاضره يعني صعب انه نحفظكم وحده وحده الموضوع كبير ها بس شنو الهدف من المحاضرات حتى محاضرات مال الكليه انه تفهمون الفهم سهل نقدر يعني نفهمه بسرعه يعني دقيقتين ثلاثه بس الحفظ كتابه قرايه يحتاج له يعني تدريب شخصي يعني جهد شخصي فانتوا فهمتوا شيء اطلعوا من المحاضره اي محاضره بغض النظر محاضرتنا او غيرها طلعوا من المحاضره فاهمين كل نقطه بيها بعدين راح يصير سهل لكم انه تحفظونها تفهمونها ما راح تاخذون وقت هواي بالبحث عن مثلا كلمه كلمتين فاي شيء ما فاهمينه اسألوا نعيد هاي النقطة عادي احنا عندنا ساعتين شو وقت يعني ما نكمل محاضرة عادي يعني ما محدودين بوقت مثل بعض الدكاترة فاسألوا على راحتكم تمام طبعا اليوم الاوبجكتيفز مال اللكتشر مالتنا ايدنتيفاي ذا نيومرس بونز اوف ذا اكزيال اند ابندكار سكيلتون حنتعرف على كل العظام الموجودة عندنا بالاكزيال سكيلتون احنا الاكزيال سكيلتون اخذنا السكال خلصنا من عندها راح يبقى لنا الفورتيبرال كولوم والثراسيك بونز وبعدين حنحكي على الابندكولار سكيلتون اللي هو الابر لمب واللور لمب اليوم احنا حنحكي على الابر لمب والاسبوع الجاي ان شاء الله نكمل اللور لمب understand the relation between the different bones حنعرف العلاقه بالجوينتس اللي ما بين كل البونز الموجودات وfamiliarize with the bone markings of each bone حنتعرف على البون ماركينجز والتراكيب اللي موجوده and learn the skeletal anatomy as a whole اذا شويه بدنا نحكي سريع قولونا الاكسيال سكيلتون قلنا الاكسيال سكيلتون هو يتكون من السكال ومن الفرتيبال كولوم ومن الثراسيك بونز طبعا السكال احنا حكينا عليها عندنا اليوم الفرتيبال كولوم والثراسيك بونز The axial skeleton. Like we discussed in our previous lectures, the axial skeleton is composed of. مثل ما حكينا احنا بالمحاضرة السابقة، حكينا ان الاكسيال سكيلتون هو يتكون من السكال، من الفرتيبرال كولوم ومن الثراسيك كيج. We discussed the skull previously. حكينا على السكال قبل احنا بالمحاضرة اللي فاتت. In this lecture we'll discuss the vertebral column and the thoracic cage. نجي اول شيء على الفرتيبرال كولوم. The vertebral column or as it's more commonly known the backbone، المصطلح الشائع ما تنسميه backbone. Is the bone that supports the weight of the head and helps us move and do our daily tasks. مثل ما يعرف احنا الفرتيبرال كولوم حيعقد على البرين وحيوقف الجسم ويخليه يساعدنا على الحركه. راح نقسمه الى خمس مناطق. او قبل ما نقسمه the vertebral column is composed of several segments راح يتكون من مناطق مختلفه حسب الموقع مالته بالجسم. Each containing a number of vertebrae separated by intervertebral discs. كل سيجمنت من عنده او كل بارت من عنده راح يحتوينا على فيرتبراي والفيرتبراي راح تكون مفصوله واحده عن بعض عن الثانيه فالاقراص نسميها الاقراص البينيه للفقرات او انر فيرتيبل ديسكس. The segments تقسيم مالتهم اول شيء راح يكون عندنا السيرفيكال سيجمنتس اللي هي المنطقه العنقيه تحتوينا على 7 سيرفيكال فيرتبراي بعدين حنجي على الثراسيك سيجمنتس الصدريه تحتوينا على 12 اللمبار سيجمنتس 5 والسيكل 4 الى 5 او 5 حسب الكتاب اللي تقرا. السيكل حيكونوا انفيوزد ويا بعضهم يسوون السيكم. والكوكسيجيال سيجمنتس تتكون من 3 الى 4 او اكو حالات نادره تكون 5 همارات. فوق كوكسيجيال فيرتبراي اللور 3 ار جنرالي فيوزد يعني احنا راح يكون عندنا 4 فيرتبرا الاولى عاده تكون مفصوله عن البقيه والثلاثه اللي جواها حيكونوا متصلين مع بعضهم. هسه من نوصل للكوكسيك نحشيها بالتفصيل. All of the vertebrae in all of the segments add up to around 33 vertebra in the entire vertebral column. اذا جينا حسبناهم كلهم على كل المناطق حيطلعون حوالي 33 ممكن تزيد واحد او نقص واحد لان هذول قلنا 3 الى 4 او حسب عدد مالتهم. هذا هو الفرتيبرال كولوم. هاي هنا قلنا السيرفيكال فرتيبرا هسه من نكمل الشرح مالتهم راح نقدر نتعرف عليهم حسب البون مارك اللي موجود بيهم حسب الشيء مال الفرتيبرا كل منطقه حيكون الشيء مالتها يختلف عن المنطقه اللي بعدها. نجي هسه قبل ما ندخل على الفرتيبرا بشكل مفصل كل منطقه وشنو المواصفات مالتها حنحكي على الفرتيبرا بشكل كامل يعني بشكل عام. الجنرال ستراكشر اوف فرتيبرا اذا اخذنا فقره. Although the shape and the structure of vertebrae vary according to the region of the body. يعني احنا نعرف ان الفرتيبرا ممكن يختلف مثل ما شفنا هاي الصوره اللي هنا.
السيرفيكال فيرتبراي الشكل ما راح يختلف عن على الثراسك، والثراسك حيختلف عن اللمبار، واللمبار يختلف عن السيكل والى اخره. بس هذول هم صح مختلفين عن بعضهم، بس اكو سيميلاريتيز بيناتهم، اكو جنرال شيب. فاحنا راح نحكي على الجنرال شيب مالتهم. التيبيكال فيرتيبرا is typically composed of the following. يعني بشكل عام التيبيكال فيرتيبرا حتحتوي لنا على بادي، البادي حيكون انتيريور. يعني سدجينا على هاي، خلينا هاي فيرتيبرا، هاي من هالجهة راح يكون عندنا انتيريور وهذا بوستيريور. هذا الجزء اللي شويه من الفيرتيبرا هذا حيمثل لنا البادي اوف ذا فيرتيبرا. هذا البادي حيكون انتيريور. اذا رجعنا شويه لورا حنلقى الفيرتيبرا نسويها ارش، يعني انحناء دائري، هذا اللي نسميه بوستيريور ارش. And the anterior body, generally speaking, the anterior portion of a vertebra is composed of a bony mass called the body. يعني حنا من بعد الفرتيبرا هنا راح نلقى الجهة الأمامية مالتها متكونة من ماس مال العظم. هذا الماس راح نسميه البادي، الانتيريور بادي. شوفوا شو هذا الفرتيبرا. هذه الانتيريور فيو مال الفرتيبرا. هنا عندنا هذا الأمامي نسميه البادي. البادي هو عبارة عن بوني ماس موجودة عند anterior the vertebra. بعد ال anterior body طبعا بعض الفرتيبرا ممكن ما بيها بادي اصلا، مثل الاطلس اللي هي C1. هسه بناخذ السيرفيكال بورشن حنحكي عليها. عندنا posterior arch، هسه قلنا anteriorly راح يكون عندنا bony mass تسوي لنا body مال الفرتيبرا، واللي هي حتتحمل الوزن، يعني راح تثبت واحده فوق واحده عن طريق intervertebral discs، وهي تسوي لنا weight bearing مال الفرتيبرا. عندنا posterior arch، the posterior margin of a vertebra is composed of a posterior arch. الجهة الخلفية من الفرتيبرا هذه هنا متكونة من arch، يعني نسميها posterior arch. And it's composed, the posterior arch is composed of the following structures. عرفنا سكنا posterior arch. هاي posterior arch راح نقعد نقرأ هي تراكيب. عندنا two anterior cylinders، أو نسميهم pedicles. هاي تعتبر من ناحية تدي posterior arch. Anteriorly الجهة الأمامية مالتها راح يكون عندنا two cylinders. شوف الصورة أوضح. هاي المنطقة اللي تربط لنا البداية مال archway body تسوي مثل السلندر أسطوانية. هاي المنطقة نسميها البديكل. البديكل هو عبارة عن الالتصاق مال arch ويا البادي. وعندنا لي وغدا رجعنا اكو عندنا two laminae خلف البديكل، هذول نسميهم laminae مو من السل، يعني راح تكون صفائح. The pedicles have superior and inferior notches. A superior notch of a pedicle of one vertebra articulates with an inferior notch of a pedicle of another, creating a small foramen called the intervertebral foramen. هذه pedicle من بعدها احنا هسه هنا طلع واحدة على حالي صار بها notch. هذه notch نسميها superior notch of the pedicle، واكو لي جواها notch نسميها inferior notch of the pedicle. هذه من صفاته بالعمود الفقري راح نلقى عندنا هذه superior notch وهذه inferior notch. Superior notch مال فقرة معينة راح تتحد ويا الانفيريور نوتش مال الفقره الثانيه تكون لنا فريمن. هنا احنا راح يدخل لنا السباينال كورد، نعرفه بالفرتيبرال كولم. السباينال كورد راح يطلع من عنده اعصاب، الاعصاب حتخرج من هذول الفرتيبرا اللي موجودين بهاي المنطقه اللي كون لنا اياهم السوبيريور نوتش مال احد البيديكلز والانفيريور نوتش مال الفرتيبرا اللي فوقها. الفريمن قلنا نسميها انتر فيرتيبرال فريمن. For which pass the anterior and posterior roots of spinal nerve and their dura creating a spinal nerve segment. احنا عندنا spinal cord. Spinal cord هو عباره عن عمود موجود داخل vertebral column. النيرفز حيطلعون من الجهه الخلفيه ومن الجهه الاماميه، فحيطلعون نيرفين من الجهه الاماميه والخلفيه يتحدون مع بعضهم ويضغطون بغلاف نسميه الدورا، وبعدين يطلعون من الانترفيرتيبال فريمن. هذا مو موضوعنا بس يعني كمعلومه. هسه خلصنا من الانتيريور سلندر، قلنا الارش هذه هي الفيرتيبال بادي وهذا هو الارش. المنطقه الاماميه من الارش نسميها البيديكلز. المنطقه الخلفيه من الارش اللي هي تكون فلات نسميها two posterior flat laminae. Enclosed by the body and the posterior arch. هسه صار عندنا احنا صار عندنا البادي وعندنا posterior arch. المنطقه اللي بيناتهم اللي هم يغطوها الارش راح يغطيها posteriorly والبادي حيغطيها anteriorly is a large foramen known as the vertebral foramen. The vertebral foramen هو عباره عن foramen كبير راح يكون المارجنز مالته posteriorly الارش وanteriorly البادي، وخلال هذا الفريم راح يدخل لنا السباينال كورد. So which pass the spinal cord and its coverings. نجي على الـ spinal processes. هسه احنا من بعد الفرتيبرا anteriorly راح نلقى البادي، posteriorly هذا البروسيس اللي طالع من عندهم نسميه spinal process. The spinal processes arise from the junction between the two laminae and is directed posteriorly. Some vertebrae may like it. الـ arch من متكونه؟ anteriorly متكونه من two pedicles
وبشتغل بالتو لامينيه. اللامينيه اللي اتحدوه مع بعضهم شوفوا نسوها شوية واضحة، هذول اللامينيه هاي واحدة وهي واحدة اللي اتحدوه مع بعضهم حيكونون بروسس اللي يتجه لي ورا يعني كومبوستير، فحنسميه سباينس بروسس. وعندنا بعد بروسس ثاني اللي هو اللي يطلع الترانسفيرس بروسس. الترانسفيرس بروسس هو منطقة اتحاد اللامينر او اللامينيه ويا البيديكلز. اذا اللامينيه من يتحدون مع بعضهم ما حيسوونا بروسس اللي هو سباينس بروسس، واللامينيه من تتحد ويا البيديكل من كل جهه حيسوونا ترانسفيرس بروسس اللي هو جانبي حيسوي. The transverse process arises from the junction between the two laminae and pedicles on either side. يعني ما كل جهة. Only in cervical vertebrae, these processes possess a transverse foramen with a basal or vertebral arteries and veins. احنا حكينا قلنا الفيرتبرا حنسميها حسب المناطق مالتها. الفقرات العنقية اللي transverse process مالتها حيحتوي على foramen. هذا foramen حيطب بي artery or vein نسميه vertebral artery or vertebral vein. من نجي على السيرفيكال حنحكي بالتفصيل. عندنا articular processes. هسه عندنا 3000 processes. عندنا spinous process اللي هو عن طريق اللامينه تتحد مع بعضها يسمونها spinous process ويكون posterior. وعندنا الترانسفيرس process هو اتحاد اللامينه ويا البيديكل، حيطلع عندنا واحد على كل جهه. وقلنا الترانسفيرس process ممكن يكون بفيرتيبرا او اسمه فريمن سوري، وهذا موجود بس بالسيرفيكال vertebrae. الارتيكولار process هو حيكون هم من ناتج من اتحاد اللامينه ويا البيديكل، بس راح يكون inferior وsuperior مو lateral. يعني سنجينا على vertebra إذا نباع على هذا الترانسفيرس بروسس. هنا عندنا بيديكل وعندنا البيديكل هنا والله من حيتحدون مع بعضهم laterally حينطونا الترانسفيرس بروسس، بس superiorly وanteriorly من جوا من فوق حينطونا الarticular processes. هذول شنو وظيفة مالتهم؟ هسه هاي عندنا vertebra، هذا superior articular process راح يتمفصل وين inferior articular process مال الفقرة اللي فوقها، فحيكمل الاتصال مالتهم. نجي على spine. هسه هاي vertebra، هذه المنطقة اللي فوق هذا هو superior articular process اللي هو صاير فوق الترانسفيرس بروسس، وجوه عندنا inferior articular process. مع superior مال هاي الفقرة حيتحد لنا وين inferior مال هاي الفقرة يسوي نفس synovial joint. وهي تربط الفقرات مع بعضها. Each vertebra possesses four articular processes and two superior and two inferior. وقلنا الاطباق مالتهم شو حيصير. Two are superior and, and the other two are inferior. Now that I have a basic understanding of the general structure of a vertebra, let us discuss each segment in a bit more in detail. عرفنا التركيب العام للفرتيبرا، هسه احنا نجي ناخذ كل منطقة وشنو خصائص الفرتيبرا اللي بيها. ليو سيرفيكال فرتيبرا. هسه مثل ما شرح اليوم، العمود الفقري يتكون من انواع من الفقرات تختلف، سيرفيكال عنقية وثراسيك 7 سيرفيكال و 12 ثراسيك و 5 لمبر و 5 ساكرار و 3 كوكسيك او 4 كونفيوز. هسه راح نشرح وحدة وحدة فقرة فقرة. وشنو خصائصها؟ شنو يميزها عن بقية الفقرات؟ وش معنى قسموا هاي يعني إلى أقسام؟ شنو اللي يميزها؟ ساعدنا أول شيء cervical vertebrae. قلنا كون من سبع فقرات تنقسم إلى خصائص. أكو خصائص عامة لكل ذن السبن، وأكو خصائص خاصة. typical هذا إني ذن السبن أو سبن يحتوي عندنا الخصائص كلهن. أكو أما اثنين أو ثلاثة مع واحدة أو ثلاثة تحتوي خصائص يعني تختلف عن البقية. شو كان خصائص شاذة؟ التيبكال اللي ذن الخمسة أو السبعة الفيرتيبرا تحتوي على خصائص. أول شيء ذا بادي is small and broad laterally. البادي مالتها اللي قلنا يكون anterior part of the vertebra يكون small صغير. والبورد لاترالي يعني مستطول على الجوانب. هسه ما نشوفها. مثلاً يكون small وبورد لاترالي. The spinous process are small and bifid. يكون spine مالتها posterior part يكون small و bifid يكون يتفرع إلى فرعين. يتفرع يعني إلى جهتين. ثلاثة إذا شفنا. يكون bifid. يعني مو spine واحد كان two head. ما هو شيء. The transverse processes possess transverse foramina.
through which pass the vertebral artery and vein, except the seven vertebrae where only the vein passes through. قلنا تحتوي transverse fossa تحتوي على transverse foramina. هاي شنو يمر من خلايا؟ يمر من artery و vein. بالإضافة بس ما عدا السبن يحتوي تمر من خلالها بس بس ال vein. يعني باقي كل الفرامنة مثلاً transverse foramina ها يحتوي يمر من خلال vein و artery ما عدا السبن اللي يمر منها وين تحتوي فرامنة بس يمر منها بس vein ما يمر منها artery. For the vertebral foramina are large and triangular. The vertebral foramina هاي تكون large, تكون large وشكلها triangular على شكل مثلث. على كل الناس الخصائص تقريبا. The superior articular surface face upward and backward, whereas the inferior articular surface face downward forward. مثل ما قال جون انه الفيرتيبرا شلون ارتكيليشن ويا الفوق والجوا عن طريق سيرفيس عن طريق ارتكيليشن اثنين فوق واثنين جوا. هاي يكون اتجاهين السوبيريور ارتكيليشن يكون اتجاهين افورد وباكورد هيك مثلا ها والانفير تكون داونورد بس فورورد يكون اتجاهها. وهاي يحتوي على ذني الخمسه السبعه كلهم يحتوي ذني خصائص ما عدا اثنين او ثلاثه ثلاثه تحتوي على خصائص شاذه يعني تحتويها بس هاي الفيرتيبرا تكون the first second and seventh السابعه الاولى والثانيه cervical والسابعه تحتوي على خصائص I'll have a typical characteristics the atlas اللي هو C1 نسميها الاتلس the first cervical vertebra ايش تحتوي هاي has no body. من قلنا كل الفرتيبرا تحتوي على بادي بس الاولى C1 ما تحتوي على بادي فبسرعه نقدر نتعرف عليها فيس هاي C1 ما تحتوي على بادي posterior arches و anterior arches كمان however it has anterior and posterior arches has lateral masses on each side containing articular surface superiorly articulate مثل ما قلنا انه تحتوي على articulation عمود ترتبطها من فوق والجوا مع الاطلس تحتوي على articulation يربطها مع الكوندايرز مال الاوكسيبيتال بون مثل ما قلنا الاوكسيبيتال بون تحتوي على تو كوندايرز فهاي راح يسوي لها articulation ويا الاطلس ويا السي 1 شو نسمي هذا راح يكون جوينت بين الاوكسيبيتال والسي 1 راح نسميه اثرانتو اوكسيبيتال جوينت and inferiorly articulate with the axis great joint called the atlanto axial joint اللي سي 1 قلنا اطلس سي 2 اسمها اكسس اسمها اكسس فيتكون جوينت جوا وجوينت جوينت انفيرير وجوينت سوبيرير السوبيرير قلنا اتلانتو اوكسيبيتال جوينت اللي هو ارتكيليشن ويا الاوكسيبيتال وتحت وانفيرير يتكون هم كذا جوينت اسمها اتلانتو من اطلس اوكسيال من اكسس وجوينت اكسس جوينت اتلانتو اكسيال جوينت هسه خلصنا من السي 1 بها خصائص قلنا نو بادي وتحتوي على articulation ويختلف الجوينت اللي يكون يعني يكون مميز يعني ما تحتوي الفرتبرا البقيه على هذني الجوينت. The axis second cervical vertebra اللي هو قلنا السي 2 اسمها axis contains a process called the odontoid deposit which is the body of the atlas fused with the body of the axis. هاي السي 2 تحتوي على بوسس وين هذا وين هذا هاي السي 2 تحتوي على بوسس احنا ممكن السي 1 ما بيها بودي هذا البروسيس من راح يسوي له ارتكيليشن ويا السي 1 اللي قلنا شو اسمه الجوينت اتلانتو اكسيال جوينت هذا البروسيس راح يسوي ارتكيليشن ويا السي 1 وراح يمثل لنا البادي مال سي 1 يعني هو البادي مو جزء من عندها وانما راح تكونه سي 2 بس شنو يكون هذا البادي مال سي 1 راح يكون فيوز من دمج ويا السي 2 فهم يعني كان شو كان بده يكملها فيصبح له البادي مال سي 1 بس هو مرتبط ويا البادي مال سي 2
contains a process called اسمه هذا process adenoid process which is the body of the atlas fused with the body of the axis. Vertebra vertebra prominence C7 cervical vertebra. احنا قلنا من سبع vertebrae تتكون ال C7 لها اسم خاص يختلف مثل C1 وC2 اللي هو Atlantic axis. C7 اسمها vertebra prominence. من اسمها prominence يعني بروز. ليش سمينا هذا الاسم؟ has the longest spinous process of the cervical vertebra and is not pivot. يكون هذا البروسيس يكون اطول بروسيس موجود بالسبن كلهن ها ويكون مو بايفيد يعني ما منقسم نصين سؤال لا ما جعل سؤال بالسباي هذا هي سي 7 تكون اطول واحد بينه يعني من رسمها واضحه ويكون مو بايفيد يعني سباين عادي السؤال اللي بالنص ها اي صحيح لأن كلهم بايفيت ما عدا سي 7 يكون بروسيس عادي ما مندمج only the vertebral vein قلنا اللي تحتوي كلهن على فرامنا الترانسفيرس فرامنا ما ويمر منهن الفين والارتري ما عدا سي 7 بس يمر منها الفين found in the transverse process ما واضح عندكم اي سؤال؟ اي سؤال؟ واضح كلش نعم بس على صوتك شوي الـ T1 الفقرة مالت الفراسك الأولى الفراسك هو ايش بقى الفراسك مالت الفقرة الداخلية السابعة؟ ايش بقى ايه؟ ايش شو فقرة؟ كنا بايفيد انه C7 راح تكتبين على الترانسفيرس فريمنا انه بالترانسفيرس فراسك مالتها هسا هاي فقرة عمقية هاي C5 بس هي تقريبا نفس التركيب هذه الترانسفيرس بروسس ما تلاحظوا على فريمنا نسميها اسمها الترانسفيرس فريمنا بينما ال T1 راح يكون ملتحمة هاي المنطقة ما بها فريمنا وهذا الفرق بيناتهم لا اقصد شو اسمها البروسس مالت السيزر اي البوستيريور بروسس اي لا ما مفتوحة اي يشبه الثراسي كل بقية وبس السيرفيكال تكون بايفيت اوكي هسا تمارا تشرح الثراسي كيف Now we're going to talk about the thoracic vertebra أو الفقرات الصدرية. Typical characteristics. إحنا عندنا كل فقرة standard. عندنا فقرة standard وعندنا exceptions. هذا راح نحكي على typical characteristic. The body is medium in size and hard in shape. هنا البادي مالتها شلون يكون حجمه لا هو كبير ولا هو صغير يعني يكون متوسط في الحجم and hard shape. شوفوه شكله يشبه القلب. The spinous processes are long and downward facing. مثل ما نلاحظ هذا spinous process. The spinous process راح يكون طويل بهاي المنطقة وراح ينزل لجوا كل ما تقدمنا هسه لو نرجع نشوف. هنا اوكي هنا راح نشوف كل ما تقدم المنطقة الصدرية قاعدة ينزل لجوا وقاعدة يصير أطول. بهاي المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى بالعمود الفقري. The transverse processes contain articular facets for articulations with the corresponding ribs. طبعاً إحنا من نبغى على الفقرة شو نعرف إن هاي الفقرة من الفقرات الصدرية أو thoracic vertebra. أهم نقطة بها إن هي تحتوي على هذين الفاسيت. هذه الفاسيت اللي راح ترتبط بها ويا الرايبس او ويا القفص الصدري فنقدر نفرقها من خلال هاي ال شو نسميها vertebral foramen نسميها الفاسيت او costal facet. A process contains articular facet for articulation with the corresponding ribs. The vertebral احنا عندنا two type of facet طبعا هنا الموجوده بالبري والموجوده بالtransverse process احنا قلنا اكو بدي هاي transverse process هنا راح ترتبط ويا ال طبعا ال tubercles of the rib هنا راح يرتبط هنا ويا البادي هنا راح يرتبط ويا tubercles ما ريبس بعدين راح نشرح الرايبس وراح نعرف شو راح ترتبط بالثراسيك vertebra. The vertebral foramen are circular in shape and smaller in size compared with the cervicals. هنا راح نشوف الفرايمنا راح تكون صغيرة مقارنة بالسيرفيكل اللي شفناها قبل شوية. The superior articular surfaces,
face backward and laterally, while the inferior surfaces face forward and medially. هنا هاي superior articular process and inferior articular process. The superior articular surfaces تشوفها تصير backward يعني للخلف and laterally صار على الجانب. The inferior surfaces face forward and medially. راح يصير forward صار للأمام وmedially. تمام. هنا عندنا في النقطة بالثراسيك فيرتبرا احنا عددها 12 ثراسيك فيرتبرا. اوكي؟ ال 12 T11 and T12 احنا عندنا احنا قلنا الكوستال فاسيتس موجودة بالبادي موجودة بالترانسفيرسال بروسيس. هنا الموجودة بالترانسفيرسال بروسيس هاي ما راح نلقاها موجودة بالفقرة رقم 11 والفقرة رقم 12 ما راح تحتوي على الترانسفيرسال بروسيس اللي راح تتصل بها الفلوتينج رايبس. أكو عليكم أي سؤال على الثوراسيك فيرتبري؟ نجي على اللمبار فيرتبري. هسه عرفنا السيرفيكال فيرتبري. ليش بقى رقم 11 و 12؟ يعني ما بيها فاسيتس. احنا الربس هسه ما راح نحكي عليهم، راح تقسمون الى ثلاث انواع. عندنا من الواحد للسبعه نسميهم ويض ربس، راح يحطون الفاسيتس بالفاسيت هذه موجوده بكل ربس راح يحطون بها. من الثمانيه والتسعه والعشره راح يحطون بالرب السابع. ما يطبطون بالسباين، وعندنا 11 وال 12 اصلا ما بيهم ارتباط لاي مكان فراح يكون فلوتنج، فهنا ما بقدر نخليهم على الفقره اللي ماكو اصلا لحاجه اصلا ماكو هسه ما نحكي على الربس نحكي بالتفصيل. عندنا المنطقه الثالثه اللي هي اللمبار فيرتبري. التيبكال كاركترستكس مالتها او الخصائص الشائعه ذا بادي از لارج اند كيدني شيبد. هسه السيرفيكال قلنا البادي مالتها راح يكون سمول برود فروم سايد تو سايد. الثراسيك راح يكون ميديم سايزد وهارد شيبد. هنا راح يكون لارج يعني حيصير صغير شوية أكبر بعدين يصير أكبر. هنا كيدني شيب الشكل مالته يكون يشبه الكيدني اللي هو تقريبا نصف دائرة الشكل مالته ويكون لارج مقارنة بالثراسيك وبالسيرفيكال. The vertebral foramina are triangular in shape. من بعد قلنا هذا متى triangular in shape. Cervical vertebrae الثراسيك يكون دائري. Cervix أو cervical vertebrae راح يكون الشكل مالته مثلثة. The spinous process project posteriorly and are quadrangular in shape. هسه لحد الآن الـ spinous processes اللي شفناها نرجع على الـ spine إذا باع على الـ spine الـ processes مالتنا حتكون مدببة بالنهاية يعني تشبه الـ triangle النهاية مالتها بينما من نجي إلى الـ lumbar vertebrae حتكون quadrangular يعني الحافة النهاية مالتها حتكون مثل المربع مو بيها بوز واصل للنهاية. The laminae are thick and the pedicles are strong and directed backwards. The lamina اللي هي قلنا شنو؟ ال posterior الفلاتة واسمها هاي المنطقة راح تكون thick هي كل الفقرة راح تكون كبيرة بشكل عام مقارنة بالفقرات البقية. وال pedicles are strong and directed backwards. The pedicles راح يكونون أقوى لأن اللمبار هو أكثر مكان بده يتحمل وزن عليه من شيء وزن راح يصير ضغط على اللمبار region. فالبادي ما راح يكون كبير وال processes أو ال arches ما راح تكون كبيرة. The transverse processes are slender and long. هذا هو transverse process راح يكون slender رفيع ويكون long. بالcervical vertebrae راح يكون شوية عريض ليحتوي على foramen اللي طبيها قلنا vertebral nerve والعفو vertebral artery vertebral vein. وعندنا بالthoracic كمان راح يكون شوية عريض لبي facets راح تربط بيه tubercle more ribs بينما هنا ما راح تربط بيه أي شيء بس عضلات ligaments فحيكون slender ويكون long. The superior articular surfaces face medially whilst the inferior face laterally. قبل شوية بنحكينا على thoracic vertebra. قلنا superior articular surface مالتها face backwards and laterally يعني هذا اللي فوق حتكون backwards و laterally يعني هيك صار الشكل مالتها بينما inferior حتكون عكسها حتكون forward و medially. اللمبار vertebrae حتكون نفس هذه بس بالعكس يعني superior مالتها حيكون medially بس inferior حيكون laterally على ما تغطبط بالT12 يعني احنا نعرف ان التيت ما راح تنزل لجوا لازم يكون عكسها عن ترتبط بيها اذا نفس الاتجاه حيبقى جاب بيناتهم فحتكون عكسها عن ترتبط بيها فراح تكون عكس الثراسيك السوبيريور ارتكولار سيرفيس راح تكون ميديالي والانفيريور ارتكولار سيرفيس راح تكون لاترالي. مثل ما شفنا قلنا البادي مالتنا راح يكون كيدني شيب البروسيسز راح يكون سلندر او لونج
وقلنا السباين مالتنا حيكون كوادرينجلر، النهاية مالتها حتكون سؤال السباين النهاية. النهاية مالتنا حتكون شوية مربعة ما تكون بروزية مثل البقية. وقلنا الارتيكولار بروسيسز حيكون السوبيريور حيكون ميديالي والانفيريور حيكون لاترالي. نجي على سيكل وتيب. عندكم سؤال على اللمبار؟ لا عندنا ترانسفيرس بروسيس حتربط مع التوبيك ماسل ريبس زين الا خلفيه السباينس بروسيس. السباينس بروسيس حيبقى متجه لورا، يعني ايش معنى تطبي ليجمنتس او الباك ماسلز زي موجوده لورا؟ يعني ما له ارتباط بالبقيه من جدا. السايكار فورتيبريت نفس ما قلنا هو يتكون من خمس ذكرنا فوق، يتكون من خمس فورتيبريت تكون فيوز توجذر مندمجات، يعني ماكو بيناتهم ارتكيليشن، مندمجات كعظم كبون واحد. The sacrum is composed of five vertebrae that are fused together. The sacrum is wedge shape, upside down, triangular. شنو يعني؟ الويج شيب يعني تكون على شكل مثلث بس اتجاهها جوا. الويج شيب شكل مثلث بس اتجاهها يكون جوا. ويكون triangular مثلث upside down. And has the following margins, B margins, حدود يعني. The superior margin اللي هو البيس، ليش قلنا superior هو البيس؟ لأن مثل ما قلنا مثلث فالبيس راح يكون superior والapex يكون inferior. The superior margin base articulates with the fifth lumbar vertebrae. أكيد يعني lumbar راح يسوي articulation with the sacrum عن طريق ال vertebrae الأولى مال sacrum. The inferior margin اللي هو الapex articulate with the coccyx لأنه هو يجي sacrum coccyx. The lateral border of the sacrum articulates with the iliac bones of the each side creating the sacroiliac joint. مثل ما أخذنا بالأول أخذنا الiliac وكذا، ومين يرتبط ويا الiliac؟ يرتبط ويا sacrum عن طريق joint اللي هو sacroiliac joint، يعني هذا sacrum يرتبط من اللاترالي من الجوانب ويا الإلياك فيكون ويا الإليام فيكون جوينت اسمه إلياك ساكرو إلياك جوينت. The sacrum has the following structure. B structures is what نتعرف عليها. The first sacral vertebra has an anterior prominence called promontory of the sacrum which makes up the posterior margin of the pelvic inlet. مثل ما أخذنا هم كذلك بالمرحلة الأولى إحنا أخذنا البلفيك فأخذنا اطلاع معلومات information على الساكرام، فعرفنا إن الفرتيبرا الأولى تكون prominent بروز، هذا prominent شو سميه في promontory of the sacrum. وها ويكون يكون جزء البوستيرا من البلفيك أو بلفيك إنلت. تتكون بلفيك إنلت إن إنلت وأوتلت، فجزء الخلفي من إنلت. الجزء الخلفي هاي مو يكون البلفيك يجي، فالجزء الخلفي يكون البرومنتوري. The vertebral foramina are present موجودة foramina and they form a canal through which pass the following structure. تكون foramina وراح structure يمر من خلالهم. أولا the anterior and posterior sacral and coccygeal nerves، واضح يعني ال nerves مال السacral والcoccygeal اللي الcoccyx فراح يمر من خلالها nerves. The foramen terminale اللي هو nerves أهم كذلك nerves، يعني وما راح إحنا ما راح نأخذ nerves بالمرحلة الثالثة، راح نأخذهم بالتفصيل ذني. وفايبرو فاتي material تكون fibrous وتكون فاتي. The laminae of the fifth vertebra and the lamina of the fifth vertebra and sometimes the fourth fail to fuse in the midline creating the hiatus of the sacrum. من نجي على posterior aspect of the sacrum نلقى الخامسة والرابعة الرابعة والخامسة ما يكون هامون vertebra فرامنا بكنار طبعا، فهنا بالاخير ما يصير انفيوز، فايش راح يسوي؟ فايش راح يكون ساكرال هياتس، بيكون يعني الفرامنا للخارج يعني واضحه. The anterior and posterior surface of the sacrum each contain four foramina on the other side. هذا anterior و posterior يحتوي على اربع فرامنا each side، اربع 4 4 4 4
هاي هم يمر من خلالها ال terminal nerves مال spinal cord. أوه هاي. أكو سؤال؟ تمام خلصنا سيكويجن أكو سؤال عليه. طبعاً هذا تشوفون عندنا الvertebral frame يعني موجودة بالفقرات الفقية هتكون مفتوحة بينه يعني ما مش كل فقرة مفصولة على اللي بعدها بينما هنا هيكون الفيوز مع بعضهم يسوون كنال. بع هذا الأوتلت مع الأسيا وهذا الإنلت يعني هيتربطون مع بعضهم يتصلون يسوون كنال. نعم. الاسبينال كورد من يعني ينزل مباشره راح يجي ما يوصل للسيكوم يعني السيكوم ينقطع اسمه ما يوصل بعد تبقى بس النيرف تدخل هسه احنا جينا قبل شوي هو هو شنو هذا الكنال شنو الكنال شنو راح يكون فيه بس النيرف مال الكنال النيرف اللي موجوده كنا كوكسيجيس نيرف السيكوم هذه المكونات اللي تفوت من الكنال اول شيء عندنا انتيرير اند بوستيرير سيكوم كوكسيجيال نيرفز والفاينل تيرمينالي والفاينل ماتيريال اللي حد اللمبار ينتهي السبينال كورد بعد بس النرج ما انت حتبقى مستمره اللي جوا توصل للسيكوم للكوكسكس اللي زي ما قلت لك ما بيها انتر فيرتبرال ديسك لا لا ما بيها اللي انفيوزد هذا الكوكسيجيال فيرتبرال is composed of 3-4 vertebra. عدد الفقرات اللي بي 3 أو 4. The first of them is usually either not fused or partially fused. طبعا هي لبين fused مثل الساكرم بس هنا عند الفقرة الأولى قد تتصل بالبقية أو قد تكون مفصولة عنهم. The coccyx is a small upside down triangular الشكل مالته يكون مثلث بس بالمقلوبي which articulates at its base with the sacrum. راح تتصل بالساكرم بالبيس مالته هذا البيس مال المثلث او قاعدة المثلث راح نلقاها ان هي تتصل بالساكرم اوكي اذا هسه هذا عندنا العمود الفقري the vertebral column عندنا فد ملاحظة عن العمود الفقري احنا قلنا يتكون من 7 cervical vertebrae يتكون من 12 thoracic 5 lumbar 5 sacral and the coccyx هنا عندي العدد ما الثراسك فيرتبري قد يزيد يصير مو 12 يصير 13 زين ليش مرات راح نلقى هنا اكو رايد يتصل بالفيرست لامبر فيرتبرا يعني هاي حاله عاديه ما راح نلقى حاله مرضيه او ابنورماليتيز زين فعاد انه يتصل هنا وعندي السيفن سيرفيكال فيرتبرا هم مرات يتصل بها رايد بس ما راح نحسبها ويا الثراسك يعني راح تظل هاي 7 بس هاي مرات تصير 13 او مرات 12 حسب إذا أكو رايبس بيتصل بالفيرست أو لا وهنا أنا عندي اللامبر فيرتبري هاي اللامبر فيرتبري هم مرات زيد عددها يعني ما تصير 5 تصير 6 ليش؟ لأنه الفيرست ساكرال فيرتبرا راح تصير partially fused with the sacrum يعني ما راح تتصل اتصال كامل ويا الساكرم مو قلنا كل ده يتصل بكون completely fusing راح ينفصل عنها وراح ينحسب ويا اللامبر فيرتبرا ايش قال؟ بس ملاحظة اكو ممكن ايضا الساكرال كينال تكون ابسنت اي بالضبط البوستيريور مالتها ممكن يكون ما موجود طبعا شنو السبب لها صارت ابسنت؟ يعني تأثر او ما عنده تأثير؟ والله ما اعرف يعني هو على ما اعرف نيرفز مو سباينال كورد كليته نيرفز فيعني ما تقول ابسنت كومبليتلي يعني مرات تضيق يعني حكوا لاش فراجاي اللي هم حامين من كل الجهات اذا اختفت الجهه الخلفيه ممكن يعني الاصابه راح تاذي اكثر من اللي كان موجود هو اكو بالمصدر تكون المصدر بالنهايه لهذا الموضوع اكو حاطين ابنورماليتيز يعني ممكن بعض الخاصه حجب عليه تماما قالت ليش مثلا الثراسك ممكن يكون 13 او ممكن يكون 11 حسب الاختبار هذا هو ما حكى على الدكتور بس طلعوا عليه انتم يعني ترجعون يعني كم معلومات عامه خلصنا من السبايرال كورد العفو السباين بعدكم شيء يعني نبلش بالثراسيك كيج تمام the thoracic cage now that we're done with the vertebral column we'll discuss this هسه خلصنا من vertebral column نجي نحكي على thoracic cage the thoracic cage which forms the anterior wall of the thoracic wall حيث من الجهة الأمامية من thoracic wall the thoracic cage متكون من sternum اللي هو هذا العظم اللي بالوسط بعد sternum راح نلقى costal cartilages الكوستال كارتلج هو عبارة عن غضاريف راح تربط من الريبس بالسترنوم وآخر شيء عندنا الباديز أو الثراسيك فيرتيبرا مو كل الثراسيك فيرتيبرا بس الجسم مالتهم اللي حيربط لنا بالهيد مال الريب راح نعتبرها ضمن الثراسيك كيج الثراسيك كيج is cone shaped
يكون يشبه الكمبوس مال اللي نسوي بالوطن، يعني حيكون الالت مالته عفوا الاوتلت حيكون اكبر من الالت. It's cone shaped with a superior inlet. هذه هي superior inlet الفتحة اللي فوق مالته، او نسميها الاوتلت بالكلينيكال، يعني لما نروح للكلينيك حنسميها الاوتلت من فوق. Being narrower than the inferior inlet، حسب ما نشوف هنا عندنا الالت مالته حتكون كلش اصغر مقارنة بالاوتلت. هسه حنحكي كل عظم او كل جزء من عندنا بالتفصيل. اول شيء عندنا sternum. sternum اللي هو كون الاسم العربي عظم القص، هو مثل ما نعرف عظم القص. sternum is the flat bone that lies in the midline of the anterior chest wall. والله sternum كله يتكون من ثلاثة bones. three bones is composed of three parts. The manubrium or sternum was superior part. هاي صار المنبريم، والثاني the body البارت اللي intermediate part the body، والinferior part xiphoid process. منبريم body xiphoid process. صراحة نشرح واحد واحد بالتفصيل. The منبريم this part forms the superior part of the sternum which articulate with three structures. ثم نعرف هو superior part of the sternum ويتصل مع ثلاث bones. Of three structures, the two clavicle bones on each side. تصل الكلافيكر on each side. كلافيكر الترقوة على الجوانب. The first costal cartilage on the upper part of the second costal cartilage. قلنا الريبس تصل بالسترنم مو مباشرة، وإنما أكو cartilage بين السترنم وبين الريبس. فالكارتلج هذا الرب الاول والرب الثاني او الابر بارت من الرب الثاني الكارتلج مالتين يتصل ويا المنبريم، اما باقي الريبس تتصل مع البادي. The body of the sternum via the manubriosternal joint. يتصل المنبريم ويا البادي عن طريق المنبريوسترنال جوينت. كلافيكاف كارتلج على الجوانب و منبريوس سترنر جوينت انفيريور. المنبريوم contains three notches. جاجرال نوتش، سنجل نوتش which sits medially. هتكون جاجرال نوتش تكون sits medially و superior. وكلافيكار نوتش two notches on other side. عمود يتصل بها الكلافيكار. كلافيكار واضحة. articular site for clavicle. The manubrium lies anterior to the manubrium lies anterior to the second thoracic vertebra. So إذا جبنا الثراسي كله chest كله راح يلقى المنبريوم نازل تحت، يعني يكون موازاة الفرتبرا الثانية الفقرة الثانية، مو يكون ترانفيرس، يكون شكل شلون مثل الأوبليك. كملنا المنبريوم. هسه الجزء الانترميديت اللي هو البادي. This part forms the intermediate part of the sternum which articulates with the two structures. The manubrium superiori عن طريق المنبريوسترنال جوينت. At this point articulation is a prominence called angle of Lewis. هذا الارتكليشن بين المنبريوم والبادي نسميها angle of Lewis، يعني راح تكون على شكل prominence بروز نقدر نتحسسها. The xiphoid process inferiori via the xiphosternal joint. قلنا البادي هو intermediate بين المنبريوم وبين xiphoid process، فيتصل inferiori بالxiphoid process عن طريق xiphosternal joint. It has notches on its lateral margin for articulation with the costal cartilage of the second lower part of the second and seventh ribs. مثل ما قلنا الريب الأولى الكارتلج مال الريب الأولى والأبر بارت النصف النصف العلوي النصف العلوي من الكارتلج مال الريب الثانية يتصل ويا المنبريوم، أما اللور بارت مال الريب الثانية حد السابعة يتصل ويا البادي، أما البقية قلنا floating أو fake.
fake ribs. كملنا البودي. الزيفور بروسيس. This part forms the inferior part of the sternum. ثم قلنا يكون inferiory. Which articulates superiorly with the body of the sternum and has no articulation point for costal cartilage. يكون ما عنده أي articulation ويا البقية. ما عنده articulation يكون واحدة. هذا هنا يمكن ال. الرب السابع. الرب السابع صح. جزء من عنده يسوي البادي. الأبر بارت مثل ما الرب الثاني. الأبر بارت يكون ويا المنبري ويا البادي واللور بارت ويا السيفور بروسيس. The lower end of the siphon process ossify in adults. هو يكون على شكل كارتلج. بس ويا تطور ويا الكبر ويا العمر فيصير له ossify يصير يعني يصير بون. وهاي أكسو عليه. هسه الاكسس كارتن واضح؟ تمام. هسه هسه خلصنا الاسترنوم حاليا نحكي على الريبس. بس راح نحكي على الريبس. The ribs are long, thin, twisted, flat ones. إن هذا شكل العظام ما القفص الصدري تكون long طويلة thin twisted. Thin يعني تكون نحيفة وتكون twisted يعني ما راح تكون عدلة راح تكون شبيهة twisted شوي. طبعا الريبس عندي 12 pairs of ribs يعني كل جهة من القفص الصدري تحتوي على 12 ريب كعدد كلي. كعدد كلي القفص الصدري يحتوي على 24 ribs. There are 12 pairs of ribs. Dividing in the following manner. We have the superior, intermediate, and inferior segments. The superior segments consist of the upper 7 ribs, which is articulation point with the manubrium and the body of the sternum. هنا أنا طبعا عندي costal cartilage اللي هو جزء من القفص الصدري. اللي هي الغضاريف اللي راح تتصل هنا. طبعا هنا من الفيرست الى هنا الى 7 هذا هو الفيرست سيجمنت اللي هي هاي الرايبس راح تتصل بالمانوبريوم وتتصل بالبادي مال سترنم. هنا راح يصير اتصالها من خلال الكوستال كارتيلاج. الانترميديت سيجمنت احنا قلنا اول 7 راح تتصل بالسترنم. زين الانترميديت ال 8th 9th and 10th rives are called the fake because their costal cartilage articulate with costal cartilage of the 7th rib instead of sternum. طبعا هنا احنا نسميها الفقرات او نسميها الرايبس عفوا نسميها الرايبس او الرايبس هاي راح تتصل بالسترنم نسميها الحقيقيه. هاي سميها الرايبس الحقيقية. الانترميديات اللي هي الرايب الايت والناين والتان تكون فيك او سميها الكاذبة. ليش؟ لانه هي راح تتصل ما راح تتصل بالسترنم بشكل مباشر راح تتصل وحدة باللخ وراح يتصل بالرايب رقم 7 يعني ما راح يصير اتصالها بالسترنم لذلك نسميها الفيك رايبس. The inferior segments consist of the lower two rives او نسميهم الفلوتينج رايبس. هاي ما راح يصير بها اي انتيرير كونكشن. Has a costal cartilage into the abdominal musculatures and have no articulation points. طبعا هاي articulation points my ribs اللي صار لي قدام anteriorly. Posteriorly كلها راح تتصل بالthoracic vertebra. طبعا numerically corresponding thoracic vertebra. We have the general structure of a rib. The rib consists of a rib بشكل عام راح نلقاها تتكون من head, tubercle, neck, body. هذا الهيد ما رايب هذا الهيد هذا النيك هاي التوبركل هاي كلها تنسميها البادي او نسميها الشافت مال بونز. وهنا عندي المنطقه اللي يصير بها توستد او نلاحظ انه الفقره دت يعني تتخذ غير مسار نسميه الانجل. اوكي الهيد it is the posterior part of the rib. It has two articular facets which articulate with the facets
found in the body numerically corresponding vertebra on each one above. هنا البادي إذا أريد نشوفه هذا البادي ب two articulations facets. هذا two articulation facets هذا راح تتصل بها ويا البادي مال thoracic vertebra. إحنا قلنا البادي مال thoracic vertebra راح نلقاها two facets. راح نلقى transverse facets and we have the موجودة على transverse process والموجودة على البادي. الموجودة على البادي راح يتصل بها هذا الهيد مرايبس. طبعا احنا عندنا الفقرة اللي هي هيك صايرة. هنا عندي facets يعني مثلا عندي السكند رايب راح يتصل بالسكند ثراسك فيرتبرا وراح يصير بها اتصال اللي هو هذا الفاسيت راح شوية يتصل ويا المسافة بين الفقرتين. لذلك نقول ان هي articulate facets articulate with a numerically corresponding vertebra and one of the above it. يعني نقدر نقول بين الفقرات يصير اتصال. هسه نرجع على التوبركل. It has an articular facet which articulates with the facet found in the transverse process of the numerically corresponding vertebra. هذا التوبركل. التوبركل تحتوي على facet. هاي الفاسيت راح تتصل بالترانسفيرس بروسيس او البروسيس الموجودة على جانب الفقرة يتصل بها التوبركل. هسه نجي على النيك. النيك it is the part of the rib that separates the head from the body. طبعا النيك هذا المرايب اللي راح يكون بين الهيد وبين البادي او التوبركل. البادي is thin, flattened and twisted on its long axis. الشكل مال بادي او الشافت مال راي راح نلقاه thin يكون رفيع flattened نوع العظمه بي تكون flattened bone on its long axis. It connects the lateral margin of the sternum numerically corresponding costal cartilage. راح يتصل بالsternum من خلال الcostal cartilage. طبعا الfirst راي راح يتصل بالfirst thoracic vertebra وراح يتصل بالفيرست كوستال كارتيلاج. لذلك احنا نقول عليها كورسبوندينج نيوميركلي. The first differs slightly from the general structures. It has superior and inferior surface. It has tubercles on inner border. The rib consists of two borders. عندي superior border or inferior border. The superior border it is smooth and rounded. هنا typical rib الفقرة النموذجية تتكون من two surface أو two borders. هاي ال superior border تكون smooth و rounded نفس ما نلاحظ تكون smooth تكون rounded. ال inferior border تكون sharp and has no it has on its internal surface the costal groove which allows the passage of the costal vessels and vein. هنا هاي ال inferior border مثل ما نلاحظ تكون sharp أو تكون حادة. إذا نشوف من جوا راح نلاحظ أكو costal groove. هذا الكوستال جروب راح تمر من خلاله الأوعية الدموية والأعصاب اللي تغذي لي منطقة الصدر. The first rib differs slightly from the general structures. طبعا أنا كنت أحكي اللي تتكون من هيد ونيك هاي كلتها عن ال typical ribs. عند ال first rib راح تختلف أو ال rib رقم واحد راح يختلف عن بقية بأشياء بسيطة. Posterior to it has tubercles. It has a superior and inferior surface. مثل ما قلنا it has a tubercle on its inner border called scalene tubercle. هذا راح نلاحظ اكو tubercles بالinner surface نسمي scalene tubercles. هنا ما اعتقد لقينا نفس هذا هو first rib. إذا شوف من هاي السيرفيس جوا راح ألقى تيوبركل. من أكو تيوبركل يعني attachment for muscles. راح تتصل بها muscle اللي يسميها scalenus anterior يسميها scalenus muscle. طبعا هنا راح تجي عندي الكلافيكول راح تتصل هنا راح تتصل insertion of muscle يسميها scalenus muscle. لذلك التيوبركل أسميه scalene tubercle. طبعا عندي هنا two grooves. إذا بوع من جوا هاي الفقرة راح ألاحظ two grooves وراء التوبركولز وقدام التوبركول. أمام التوبركولز أو شنقول anterior to the tubercles راح يمر من خلالها subclavian vein ال vein والartery. الartery وعندي nerves اللي هي يسميها الroots
of the brachial nerves. هنا راح تمر ورا التوبركلز او ورا العملة. راح نلقى السبكليفين ارتري والنيرفز اللي راح تروح المنطقة او الى الرئتين. The posterior to scalene tubercles there is a subclavian groove where the subclavian artery is found. قلنا انه اكو قلنا scalene tubercles راح تتصل بها muscles نسميها scalenus anterior muscles. ورا المسل راح نلقى الفين, راح نلقى قصدي artery and the nerves. قدامها راح يمر من خلالها the subclavian vein. تمام. اكو ايش على الغبس؟ بالنسبه للهيد مالرز قلنا نحسب بالارتكليشن والفيرتبرا. وهي البادي مال فيرتبرا. اي يعني قلنا راح يتصل يعني الفقره اللي نسبها قوم. الفقره اللي تصل. ومين تصل الفقره الاعلى منه؟ تمام. خلينا نطلع عندنا السؤال. نجي هسه مثلا ناخذ الرب الثاني. طبعا الرب الاول ما يصير نعطي مثال عليه لانه اصلا اكو بس فقره واحده اللي فوق, فنبدا من الرب الثاني. الرب الثاني راح يكون بتو فاسيتس, يعني هسه هذا هو الهيد مال رب, هذا السوبيريور فاسيت وهي الانفيريور فاسيت. السوبيريور فاسيت راح ترتبط بالانفيريور فاسيت مال الفقره اللي فوقها, يعني هسه هو الفقره الاصليه مالته هو هذا السكند رب, المفروض يرتبط بالسكند فيرتبري. تمام. بس الفقره اللي فوقها هم راح تحتوي هنا فاسيت اللي جوا, فالسوبيريور فاسيت مال رب راح تربط لنا ويا inferior facet من الفقرة اللي فوقها, والinferior facet مالنا راح تربط لنا ويا superior facet من الفقرة اللي جوا. فالinferior facet راح تربط ويا الفقرة اللي نفس الاسم مالته, يعني هو الثاني حيربط ويا superior facet من الفقرة الثانية, بينما superior facet مالنا راح تربط ويا inferior facet من الفقرة اللي فوق الفقرة اللي يرتبط بها هو, يعني حيربط لنا ويا اثنين, ويا الأولى ويا الثانية. هو السؤال الثاني راح أحول. تمام. هسه خلصنا من الاكسيال سكيلتون وعرفنا قلنا الفيرتيبرال كولوم والثوراسيك كيج. نجي هسه على الابنديكولار سكيلتون. الابنديكولار سكيلتون يتكون من الابر ليمب اند شولدر جيردل واللور ليمب اند ذا جيردل. اليوم احنا حنحكي على الابر ليمب والشولدر جيردل. يا الابنديكولار سكيلتون. In our previous lectures, we discussed the axial skeleton. In the upcoming lectures, as قبل شوي نحكينا على the axial skeleton خلصنا. In the upcoming lectures, we'll discuss the appendicular skeleton, which is going to be divided into two parts. هسه بهاي المحاضرة والمحاضرة اللي بعدها مال الأسبوع الجاي راح نحكي على the appendicular skeleton اللي حينقسم قسمين. عندنا the bones of the upper limb and the shoulder girdle اللي حنحكيها اليوم, or the bones of the lower limb and the shoulder girdle. Sorry, هنا the pelvis girdle, مش shoulder girdle. هذا خطأ املائي سنصلحه. In this lecture, we'll discuss the first division, which is the upper limb and the shoulder girdle. هاي المحاضرة هي شغلة بالشولدر. The shoulder girdle. The shoulder girdle consists of two bones. عندنا the clavicle bone اللي هيكون anteriorly, والscapula اللي هتكون posteriorly. هسه هنشرح كل واحد منهم بالتفصيل. تمام؟ scapula. Scapula من clavicle. Clavicle is the anterior bone of the shoulder girdle. And it protects structures like the subclavian artery and vein. طبعا هو anterior bone of the shoulder girdle. إذا لاحظ shoulder girdle, البون اللي صار اللي قدام هو الكلافيكول. هذا الكلافيكول راح يمر من جوا مثل ما قلنا قبل شوية اللي هي first rib, مو راح يمر من فوقها subclavian artery and vein. هنا الكلافيكول هي راح يحميلي السبكليفيان artery and subclavian vein. The clavicle bone transverses the weight from the appendicular skeleton and moves to its axial skeleton. طبعا هنا راح يحول لي الweight او يخفف لي الوزن من appendicular skeleton راح يحوله الى axial skeleton او هو المحوري. The clavicle is a curved bone with its medial two-third ending being convex and the lateral third being concave. هنا مثل ما لاحظ تكون curved bone, مو بون عدلة ولا بون مقوسة, تكون curved with its medial two-third end being convex and the lateral third being concave. هنا راح نشوفها تكون convex أو محدبة, هنا راح تكون
مقعرة. The medial end of the clavicle bone articulates with the two structures. The manubrium of the sternum, the first costal cartilage. هنا the medial end مالتها راح تتصلي ويا شنو؟ راح تتصلي ويا المانوبريوم اللي هو مال sternum. راح تتصل the first costal cartilage. The lateral end of the clavicle bone articulates with the acromial process of the scapula. The acromioclavicular joint. هنا قلنا هي medial برضه راح تتصل بالmanubrium راح تتصل بال first costal cartilage. Posteriorly راح تتصل بال process اللي هو مال scapula. هذا ال process مال scapula راح نسميه acromial process. هذا الجوينت راح نسميه acromioclavicular joint. Is the posterior bone of the shoulder girdle. احنا قلنا shoulder girdle بي anterior bone بي posterior bone. ال anterior bone اللي هي الكلابيكول. ال posterior bone اللي هي الاسكابيولا. It's a triangular flat bones that extend in the length from the second to the seventh thoracic vertebra. هنا الموقع مال الاسكابيولا. تكون flat bones وين موجودة؟ موجودة بال posterior wall مال thoracic. أو الثوركس موجودة بال posterior wall. طبعا راح تمتد من السكند اللي هنا راح تتصل ribs to the seventh ribs. The scapula has two surfaces. We have the anterior surface or the posterior surface. The anterior surface consists of the following: bifossae, biborders, biangles, and bineck, not tubercles. The fossae, the subscapular fossa. Which gives the concave appearance of the anterior portion of the scapula. هاي الفوسة اللي نسميها subscapular fossa. شو راح تكون؟ هنا راح تكون concave appearance of the anterior portion. Concave يعني تكون مقعرة. نسميها subscapular fossa. The borders. We have medial border, lateral border, and superior border. هاي medial border هذا lateral border وعندي هاي superior border. The angles we have the inferior angle and superior angle. Inferior angle صار من جوا ومن هنا عندي superior angle. The neck at the end of the neck starts the coracoid process which will provide attachment for the biceps brachii. هنا neck طبعا هذا coracoid process هذا هي البروسيس. هذا هي البروسيس راح تتصل بي العضلة اللي هي موجودة بالإيد اسمها البايسبس براتشي. النوتش the subscapular notch, suprascapular notch and the tubercles the infraglenoid tubercle. هاي suprascapular notch راح ألاحظها هنا وعدي tubercle. أحد عنده سؤال؟ تمام. The posterior surface مال الاسكابولا هسه حنشيلها بشكل سريع خليها. The anterior surface مال الاسكابولا قلنا حتكون concave فأكيد the posterior surface راح تكون convex. The anterior surface مثل ما حكيت تماما راح نلقى بيها فاسي. هاي الفاسي يعني راح تشغل لنا أكبر حاجة كلش كبيرة من الكلافيكل هي مغطيتها كليتها نسميها السوبراسكابولار فاسا. وعندنا راح نلقى مارجنز. المارجن شو مثل ما قالت عندنا superior margin والميديال margin واللاترال margin. من جوا هو الاسكابولا صار مثل الترينجل فمن جوا يعني ما راح يكون بيبر راح يكون هيك صار شكله فحنسميها inferior angle. اكو صورة تمام. فالاسكابولا قلنا الشكل مالتها حتكون مثل الترينجل. احنا عندنا border يعني البيس مالته بينما الابكس مالته ما راح يكون عندنا border راح يكون عندنا angle فحنسميها inferior angle. وعندنا angle ثانية اللي هي superior angle اللي هتكون من الجهة. وعندنا medial border و lateral borders وهي subscapular notch. نجي هسه على posterior surface من الاسكابولا. The posterior surface consists of the following. أول شيء عندنا spine. مهم هذا التركيب بالكلافيكول. The spine which extends from the upper quarter of the posterior aspect of the scapula. هذه هي posterior aspect of the scapula. قلنا حيطلع من عندها spine.
تمام قلنا البوستيريور سيرفس مال السكال عفوا مال السكابولا راح نلاحظ فيها بالبروسس كبير هو صار بالابر بوردر نسميه السباين. هذا السباين اذا وصلنا للنهايه مالته نلقى الاكوميون او الاكوميال بروسس. هذا الاكوميال بروسس قلنا راح يكون بليجمنت راح يربط لنا ويا الكلافيكل. من قلنا الكلافيكل بها ارتباطين الكلافيكل الميديال راح تربط لنا ويا الشمامنوبيوم اوف ذا ستيرب والفيرست ريب واللاترال اد مالته راح تربط ويا الاكوميال بروسس اللي هو موجود بالسكابولا. Which the spine, which extends from the upper quarter of the posterior aspect of the scapula, then it is free of attachments. The spine هو نفسيته يعني هذا الاسباين هنا ما عندنا بأي attachments. بس النهاية مات اللي هو acromial process of the spine هنا حصير attachments. يعني هذا حيكون free maybe لا muscles ولا أي شيء. At its lateral end, it has the acromial process, or نسميه acromion. Which articulates with the clavicle through the acromio-clavicular joints. هاي لتشين عليها قبل شوية. عندنا فاسة. هناك بالانتيريور anterior surface عندنا فاسة واحدة. شغلة المكان كله تسمى سميناها subscapular fossa. هنا حيكون عندنا spine وحيطع عندنا إلى supra margin أو inferior margin. فهاي المنطقة اللي فوق الاسباين راح نسميها supra spinous fossa اللي هي اللي نصير فوق الاسباين. والمنطقة اللي جوا الاسباين راح نسميها infra spinous fossa. وعندنا notches اللي هو spinoglioid notch. spinoglioid notch هذه المنطقة الصراحة نشعل عليها lateral portion نسميها glenoid. ولي وراء راح يكون عندنا spine. فأكو notches صغيرة صار ما بين الاسباين ما بين الصورة هاي هنا يعني إيش ما وراء acromial process. هنا أكو notches نسميها ال spinoglioid notch. موجودة حاضر؟ لا ما بينها. تمام هذه ما بذكرها بالكتاب بس هيك معلومة يعني بس نخليها. وعندنا angles اللي هو الاكوميال انجل. هسه صار عندنا 3 angles. قلنا اول شيء عندنا superior angle اللي هي ديتشا وعندنا inferior angle وعندنا spine هذه المنطقة اللي هنا اللي ما بين spine وما بين acromial process نسميها acromial angle. تمام on the upper lateral aspect of the scapula هسه احنا حكينا عليها anteriorly وحكينا عليها posteriorly اذا انباع عليها laterally بمنطقة اللي تصل بها الهيومرس. There is an articulation point which is termed the glenoid fossa, or in the book, glenoid cavity, which articulates with the head of the humerus at the shoulder joint. إذا ناخذ الاسكابولا ونبع عليها laterally, راح نلقى هاي منطقة الارتباط ما بين الاسكابولا وما بين الهيومرس اللي هو الارم بون. هاي المنطقة نسميها glenoid cavity أو نسميها glenoid fossa. On the upper border of the glenoid fossa, there's a small tubercle termed the supraglenoid tubercle, which provides an insertion point for the long-headed bicep trachea. هذه هي الglenoid cavity. إذا صعدنا surface مالتها اللي فوق superior surface راح نلقى tubercle صغيرة نسميها supraglenoid tubercle لأنه هي اسمها glenoid فوقها حس supraglenoid. هذه راح تربطنا بها long head مال bicep trachea. قبل شوية قلنا عند الcolecoid process. البايسبس برايكياي بها تو هيدز عندنا السمول هيد واللونج هيد. الشورت هيد راح يربط لنا بالكوليكويد بروسيس واللونج هيد حيربط لنا بالسوبرجلانيال تيوبكل. هاي راح ناخذها بالتفصيل ان شاء الله بالبلوكات الجايه بس يعني كمعلومه. خلصنا من الشولدر جيرل قلنا عندنا الكلافيكل. الكلافيكل ما بها شيء حيكون توستد بون. بالبدايه التوثرز مالته راح تكون كونفكس واللاترال ثيرد راح يكون كونكيف داخلي جوا ويربط لنا من الجهه عندنا الميديال ارتكيليشن بوينت راح يكون ويا المربع يابو ديسترنا وبنفس الوقت ويا الفيرست ريب لان اكو هناك عندنا فد ناتش وعندنا اللاترالي اللي راح شو راح يربط لنا ويا الاكوميال بروسيس مال السكابولا اعطاك الاكوميال كلافيكولار جوينت. والسكابولا احنا قلنا بها تو سيرفيسز عندنا الانتيريور سيرفيس والبوستيريور سيرفيس. الانتيريور سيرفيس ما بيها حكي يعني اغلب شيء هو مسويتنيها فاسه والفاسه راح تكون كونكيف ولهذا من الباع على السكابولا من جهه الاماميه نلقاها طاب الجو شويه صار كونكيف. وقلنا عندنا margins superior margin والميديال واللاترال margin. وقلنا ماكو عندنا inferior margin لأنه صار angle فسميناها inferior angle. وبنفس الوقت عندنا superior angle هم وعندنا notch صار ما بين الglenoid وما بين الانجل شو سميناها suprascapular notch. وبستيريالي هم عندنا مفروض هي fossa بس بما أنه عندنا spine قاسم لنا الscapula لجزئين فصار عندنا supraspinous fossa و infraspinous fossa. نجي هسه على bones of the upper limb. البونز اوف ذا ابر لمب عندنا الارم بون اللي هو الهيومرس وعندنا الفور ارم بونز اللي يتكونون من الاولنر ريديوس وعندنا الهاند بونز اللي هم الكاربوز والميتاكاربوز والفالنجز. اول نبلش بهم واحد واحد نشعل الهيومرس. الهيومرس اذا ما عندنا اي سؤال على السكابولا اوكي سؤال تمام.
humerus, the humerus is the uppermost bone of the upper limb bones. It makes up the arm bone and articulate with the three bones. هو upper يعني هو على شيء وكوننا الarm هاي الarm forearm والhand. So articulate with the three structure or three bones. أوشي approximately the humerus approximately قريب للترانك ودستري بعيد للترانك ترانك ال chest وال approximately قريب للترانك the humerus articulates with the glenoid fossa اللي ذكرها جون of the scapula forming the glenohumeral joint glenoid fossa or humeral من humerus joint. Distally, it articulates with the ulna and radius, forming the elbow joint. Radius, ulna, وهذا humeral sorry articulation وياها فيكون الelbow joint. Three bones, ulna, radius, scapula. Structure of the humerus. كون من الhead, the most proximal part of the humerus is forms 1/3 of a sphere. يعني الhead يتكون ثلث كان يتكون ثلث كرة مو كرة كاملة مو سفير كامل بس ثلثها and it articulates with the glenoid fossa forming shoulder joint مثل ما ذكرنا هذا الهي يكون ثلث سفير النكس مثل ما نعرف انه اي هيد لازم يجي وراء عندنا هنا يعني مميز عن البقية انه هو يحتوي على two necks anatomical neck تشريحيا و surgical neck جراحيا anatomical neck immediately below the head هذا الهيد يجي الانتوميكال نيك هذا الهيد يجي الانتوميكال نيك يجي بعده بالضبط يجي الجواب جوانب سيرجيكال نيك هو اللي يفصل بين النيك والهيد عن الشافت مال بون احتوى على اثنين سوبيريور انفيرير اناتوميكال نيك ميديتلي بلو ذا هيد وسيرجيكال نيك ذا كونكشن بوينت بتوين ذا اناتوميكال نيك اند ذا شافت اوف ذا هيومرس شافت ذا هيومرس يحتوي الهيومرس على greater and lesser tuberosity found on the surgical neck anatomical بس ما بيشي anatomical neck ما بيشي يعني بس تحت الهيد وبس surgical neck يحتوي على greater and lesser tuberosity between this tuberosity is a groove termed the intertubercular groove or bicipital groove نسمي bicipital groove لأنه ساعي جوال biceps هاي الليزر تيوبركل and greater تيوبركل أعلى منها بيناتين أكو groove انترا تيوبركل groove أو bicipital ممكن يسموه sulcus الgroove أو sulcus يعني حافظ بالامتحان sulcus بدل groove فهو اسم لاتيني معناته deltoid tuberosity found about halfway down the humerus laterally فهذا جينا أخذنا الهومر فلاتلري هاي ميديال وهاي لاتلري يحتوي على تيوبر كورس اسمه دلتويد تيوبولوستي هاي من اسمها دلتويد يرتبط وياها الاوريجن الانسرشن مال دلتويد دلتويد مصر راديال جروب فاوند لاترال تو ذا دلتويد تيوبولوستي فور باسج اوف ذا راديال نيرف هذا قلنا هاي قلنا الدلتويد دلتويد تيوبولوستي في راديال هذا هو الاثري له هو ميديال لان حسب الاتجاه في راديال جروف اوف هيومرس حتى يكون مثل جروف epicondyles two on either side of distal تحتوي على two epicondyles for muscle and ligament attachment اسمه epicondyles for muscle and ligament attachment عمود يساعد على كون الجوينت والحركة واضحة مجوانا لا ما ما تنسون
تحت على جوانب الكونداير اكو كابترام وتشركيا. تشركيا كابترام راوندد بيس اوف بون فاوند ات ديستر اند اوف ذا هيومرس اند ديستر اند هنا ام الالبو اوف ذا هيومرس فور ارتكليشن وذ ريدياس اوف ذا راديو ات ذا راديو هيومرال جوينت. الكابترام ويا الريدياس راح تكون لنا جوينت اسمه من اسمه راديو ريدياس وهيومرال هيومرس راديو هيومرال جوينت joint. Above the capitulum there is fossa termed the radial fossa where the head of the radius sits during flexion of the arm. هسه نجي هنا للradius اكو head هاي من سوله flexion للarm فاكو fossa اكو capitulum فوقها fossa radial fossa ف يعني تحت radial head يصير يعني تحتوي عمود يعني لا يصير احتكاك عمود يصير احتكاك ما موجود الصورة بس راح نحاول نرجع خلني اطلعهم صورة على الايباد اشوفهم يعني مختلفة اوكي تمام كمل تشريكيا هاي وقلنا تكون كابتسلام وتشريكيا الكابتسلام دين الريدياس والتشريكيا هسه راح ناخذها للآلنا polar-shaped bone for articulation with the ulna above which there is a fossa high trachea hemna مثل الكابتولام فوقها اكو fossa اسمها termed coronoid fossa where the coronoid process sits هنا يعني يقعد الكارونويد process مال منو مال ulna during flexion of the arm. اذا رحنا للالنا راح نلقى هاي coronoid process يصير flexion راح يقعد بي بالكرانويد فوسا يعني كرانويد بروسيس يقعد بالكرانويد فوسا posteriorly للتراكيا او posterior to the كرانويد فوسا lies the كرانويد فوسا which provides a space for ulna or كرانويد بروسيس during extension of the arm. So قلنا reflection كلينويد دي بروسيس وكلينويد فوسا الاكستنشن اور كلين فوسا اور كلين بروسيس. اذا نجي هذا هاي الارنا طبعا هاي الارنا وهاي الريديوس هاي الاركلين بروسيس بالاكستنشن راح الاركلين بروسيس يبقى بالاركلين فوسا. هسه عشان نرجع لهم نيجي الوقت هاي تشوفوا شويه عندنا هذا هو الانتيريور بورشن مال هيومرس هذه هنا الاثنين عندنا الابيكوندايلز هذول الفايد مالتهم بس يرتبطون بالمسلز اكو عندنا الميدل لاين ما عندنا وظيفه مهمه بهم عندنا لاترالي راح نلقى الكابيتولام هذا اللي احكي عليه قبل شويه الكابيتولام هاي راح تضمنه ويا ريديوس وعندنا المنطقه الثانيه اللي هي تشبه البولي سميناها التشوكليا هذه المنطقه راح تضمن الاولنا فوق الكابيتولام اكو عندنا فاسا نسميها راديال فاسا هاي شنو الفايده مالتها إذا تبعونا radius هذا هنا بي الهيد ما تم من يسوي flexion للألبو الهيد ما طرح راح يقعد هنا عم يسوي flexion وعندنا قلنا نفس الشيء أكو بيها process من تصعد راح تربط لنا بالهذه الفاصل هنا اللي سميناها الكورنر فاصل عم يسوي flexion وعندنا من الجهة الخلفية للهيومرس أكو عندنا فاصة نسميها all cranial فاصة بالradius شو بقول لنا ما راح نأخذها هسه أكو بيها هنا نهم راح تعند process نسميها all cranial process من يسوي flexion عفوا من يسوي extension البروسيس راح يقعد لنا بالفاصة اللي هنا هذا ما يسمى الفريكشن. اكو سؤال؟ تمام بقينا الراديوس والأولنا والهيد خلصنا من الهيومرس وعرفنا ان الهيومرس هو الابر بون اوف ذا ارم وقلنا الارتكليشن مالت وي الشولدر وعندنا وي الأولنا وي الراديوس الراديوس فورمز ذا لاترال بون اوف ذا فورارم يعني هسه هذا عندنا فور ارم بالاناتوميكال بوزيشن هذا حيكون اللاترال بورشن اذا الريديوس حيكون بهاي المنطقه and it is a tapered bone meaning that its proximal end is narrower than its distal end. الريديوس والالنا بهم ميزه ان يكونون tapered tapered يعني صار مثل المثلث يعني راح يبين نيرو وينزل يصير اوسع بس الريديوس الجزء العلوي مالته راح يبين نيرو ومن ينزل لي جوا راح يصير الجزء الواسع مالته بينما قلنا عكسه راح يبدي لنا هنا راح يكون نيرو ويصعد لي فوق يصير الجزء الواسع مالته
The radius articulates with the following bones. مثل ما شرحنا على الهيومرس وقلنا superiorly راح تسوي وي الشولدر وانفيريورلي وي الراديوس والأولنا. الراديوس approximately it articulates with two bones. The humerus اللي سم اللي عرفنا قبل شوية. The radius articulates with the capitulum of the humerus. قلنا هذه اللي شوي اللي تشبه التوربيكول راح تربط ويا الهيومرس. راح نسميها الهيومر راديال جوينت. جاي من الهيومرس ومن الراديال. فطبعا من نسمي الجوينت راح ناخذ اسم العظم الأول يعني اللي صار proximal. والاسم الثاني هو اسم عظمة الديستال. فعشان الهيومرس راح يكون proximal to the radius فراح نسميه humeral radial joint. وعندنا الارتباط الثاني راح يسوي الأولنر. الأولنر هسه الأولنر إذا انباع عليهم اكو هنا عندنا radial notch. الراديال notch راح الهيد مال radius شو الجزء من عنده حيرتبط لنا هنا بالراديال notch والجزء الثاني راح يرتبط لنا بالهيومرس. فعندنا ارتباطين اما وين اولنا اللي راح يسوي لنا الراديو اولنر جوينت ثواني اوكي عندنا تو راديو اولنر جوينتس الاولنر والراديوس راح يرتبطون اما هنا اللي هو راح يسميه ديستال راديو اولنر جوينت او بالبدايه راح يسميه بروكسيمال راديو راديو اولنر جوينت عفوا ديستالي هسه قلنا بروكسيمالي اما وين الهيومرس او وين الاولنر ديستالي ارتكليتس وذ ثري بونز عندنا اول شيء ذا اولنر اللي قلنا راح يصير الديستال راديو اولنر جوينت او عندنا وين السكافويد واللونتس اللي هم عظام الكاربلز هسه نحكي عليهم شويه نوب راح يسوي لنا ريست جوينت اذا الريست جوينت هنا شكله بي عندنا راديوس وين السكافويد واللونتس وعندنا راديوس وين الاولنر هم اكو عندنا نوتش هناك بس النوتش انا راح تكون بالاولنر يعني راديوس راح يكون بالنوتش والاولنر هي حتقعد بي هسه نحكي بنرجع للاولنر نجي على الاناتوميكال ستراكشر اوف ذا راديوس اول شيء هو لونج بون فاكيد راح يكون بهيد فالهيد از ا سمول سيركلر بيس اوف بون ذات هاز ا كونكيفيتي ذات كورسبوندز تو ذا كونفكسيتي فاوند اوف ذا كابيتالوم ذا هيومرس الكابيتالوم حكينا عليها قبل شويه قلنا مثل التوبراس اللي حتكون كونفكس فالهيد مال الراديوس حيكون كونكيف على بده يسوي لنا جوينت اللي اخذناه بالاول الكونكيف والكونفكس راح يسوي لنا شو جوينت الى حركه واحده اما فلكشن او اكستنشن The circumference of the head articulates with the radial notch and the ulnar forming the radial ulnar joint. يعني شنو؟ هذا عندنا الهيد مال الراديوس. إذا انباع عليه من فوق حيكون كونكيف. ليش؟ لأنه قلنا عندنا الكابيتالوم راح تكون كونفكس فحيقعد بي يسوي لنا جوينت. بنفس الوقت المحيط مال الهيد راح يرتبط ويا الراديال notch اللي كان الجزء الثاني من الريست جوينت. عفوا من الالبو جوينت. الجزء الأول راح يكون ما بين الهيومرس وما بين الراديوس. الجزء الثاني راح يكون ما بين الراديوس نفسه. بس شنو حيرتبط؟ عندنا السيركمفرنس مال الهيد مو الهيد بينت بس المنطقه اللي محيطه بالهيد والراديال نوتش راح يسوي لنا راديو اولنر جوينت اللي قلنا اكو بروكسيمال ديستال هنا بروكسيمال وهنا ديستال تمام هسه خلصنا من الهيد عندنا النك اكيد الهيد راح تجي وين النك النك از ا سمول كونستركشن اوف ذا هيد بلو ذا نك وي كان سي ذا بايسيبيتال توبيروسيتي وير ذا بايسبس براكيال موسل انسرتس البايسيبيتال توبيروسيتي اغلب الصور نسميها الراديال توبيروسيتي هي نفس الشيء يعني اذا سمحتوا هاي نفس الشيء عندنا الهيد وجوا النك جوا النك بالضبط راح نلقى البايسيبيتال توبيروسيتي احنا قلنا البايسبس براكياي الانسرشن الاوريجن مايت راح يكون بالسكابولا يعني حتبدي من السكابولا وتسوي لنا انسرشن بالفور ارم على ما تسوي لنا فلكشن من الارم مالتنا هيد نك راح يجي شافت اكيد بعدين The shaft, as mentioned above, the shaft is tapered, meaning that it has a narrow top and a wide base. يعني حيبدينا باع البلدش فبداية ما تحتكون tapered, بداية ما تحتكون narrow, والنهاية ما تحتكون wide. قلنا هذه قبل شوية bicipital tuberosity أو radial tuberosity. هاي حسبيها insertion مع biceps brachii. يعني الأرجل مالتها قلنا الكوليكارد process اللي هو short head, وعندنا notch اللي حسوينا long head. بينما الانسرشن مالتها حتقعد هنا تسبب راديال توبروسيتي تمام it also has a sharp medial border called the inner osseous border of the for the attachment of the inner osseous membrane that connects the ulna and the radius together عندنا بين الأولنا وبين الراديوس إذا نخلي الليجمنتس أكو هنا عندنا ممبرين هذا الممبرين نسميه الانتر اوسيوس ممبرين يعني الممبرين مال البين العظم صاير هذا الممبرين حيربط لنا الاولنا مع الراديوس فعندنا بالراديوس وبالاولنا الميديال بوردر مالتهم هذه البوردر نسميها الانتر اوسيوس بوردر الانتر اوسيوس بوردر اخذت اسمها من الانتر اوسيوس ممبرين اللي حيربط بيها فحيربط لنا الميديال اند مال الراديوس والميديال اند مال الاولنا بالانتر اوسيوس ممبرين
that connects the ulna and the radius together. And then a pronator tubercle, which is found halfway down the shaft on its lateral side, had the amoacoidal swell, how to recommend for the attachment of the pronator muscle. And then had the whole shaft, halfway down the shaft on the lateral side, and he said, okay, now the radius, and then it's in the osanulinus. واحنا لاترالي راح نلقى هناك توبيكال نسميها البرونيتور توبيكال. البرونيتور توبيكال راح يبين لنا بها البرونيتور تيريس اللي هي مصل من المصلز مال فور ارم. حناخذها بالتفصيل بالبلوك مال مصلز. عندنا الستالويد بروسس اللي هم اثنيناتهم الاولنر راديوس اثنينهم بهم ستالويد بروسس. فاوند ات ذا ديستال اسبيكت اوف ذا راديوس لاترالي. هنا هذا هو الانتيريور راديوس, هذا حيكون لاترال, هذا حيكون ميديال. فالديستال اسبيكت يعني الاسبيكت اللي جوا laterally, هذا هو ideal stylus process. وعندنا بنمسك بالأولنا بس حيكون medially مقارنة باللي حيكون قريب عليه, فحنسميه الأولنر stylus process. وعندنا الأولنر notch, قبل شوية قلنا على radial notch. radial notch مرتبط بالأولنر اللي هي هنا. هذا radial notch راح يقعد بها الهيد مال الراديوس, عم نسميه radial ulnar notch proximal. بينما الديستال راديال اولنر نوتش, هالمره النوتش راح تكون بالراديوس مو بالليل, يعني الهيد مال الاولنر راح يبعد بالنوتش اللي موجوده بالنهايه مال الراديوس, يعني بالعكس صارت ان شاء الله. فاوند ات ذا ديستال اسبيكت اوف ذا راديوس ميديالي, يعني اذا نزلنا هذا الديستال اسبيكت ميديالي اكيد يعني على صف الاولنر يصير. فور ارتكليشن وذ ذا هيد اوف ذا اولنر كرييتنج ذا ديستال راديال اولنر جوينت. خلصنا من الراديوس. أقول على شيء نحاول على الأولنا. أي نعم. الحين مال الراديوس. أي. الحواف اللي موجود. مع الأولنا. مع الأولنا. مع الحواف من كل الجهات أكو أرتكلي سيرفيس. لا لا لا, بس من جهة واحدة. بس من الجهة اللي موجود بها راديوس. مو لا أعرف, مو هاي منطقة خامحة حيضبط كله يدخل بالأولنا. لأن. إذا دخل كله بالأولنا بعد ما حدا يطوب بالهيومرس. فإحنا عندنا المنطقة اللي فوق هذه هنا, هاي سعر كونكيف أنا متقعد بها الكابيتولا, وهذه الحافة من الهيد, هذا السيركونفرس اللي هنا حيتصل بالراديال ماتش. أكو بعد شيء؟ أوكي. The ulna forms the medial bone of the forearm, and as with the radius, it is also tapered. بس هالمرة راح يكون بالعكس, يعني الهيد مال الأولنر راح يكون لي جوا, يعني الجزء الصغير راح يكون جوا والجزء الكبير راح يكون فوق. The wide part is found medially while the narrow part is found distally. The ulna articulates with the following bones. كلش مقارب للراديوس هنا. الارتكليشن فوق حيكون ويا الراديوس ويا الهيومرس نفس الشيء. Proximal articulates with two bones, and then the humerus نفس الشيء قلنا الهيومرال ulnar joint. بس شنو هنا عندنا؟ The ulna articulates with the trochlea. الهيومرس في اثنين نهايات, قلنا التروكليا راح تربط ويا الأولنا, وعندنا الكابيتال راح تربط ويا الراديوس. التروكليا والهيومرس forming the humeral ulnar joint. The radius هو العظم الثاني حتربط فيه. The ulna articulates with the ulna with the هنا radius, هذا خطأ. And the proximal radio ulnar joint. قلنا distally من هالجهة it articulates with the radius at the distal radio joint. شو قلنا الهيد اللي هم الناتج راح تكون بالراديوس مو بالأولنا. بس you know the ulna is excluded from the wrist joint via the articular disc. قبل شوية بنحكينا قلنا radius راح تربطنا ويا الكاربال بونز اللي هم السكافولد واللونز, بينما الulna راح تكون ما موجودة بهذا الارتباط مع الريس جوينت, يعني الريس جوينت راح يفرم يسويناها بس radius والarm. الulna اكو عندنا articular disc ما اخذ موجود هنا. المهم هو الارتيكولار ديسك حيقعد بهاي المنطقه وراح يمنع لنا الالنا من التطبطات والريست جوينت, فراح يكون الارتباط ما بين الريست وبين الفور ارم هو بس بالراديوس, الالنا ما داخل هذا الجوينت. تقدر تجي هنا؟ هو ليجامنت مثل الديسك اللي موجود بين الفرتبري.
نفس النسيج الضغط يعني نفس النسيج إيه فحيمنع لنا القلنا إنه تضغط بالسكافورد مال البقية أو بالكاربون بونز. تمام قلنا anatomical structure of the ulna. أول شيء لي فوق هنا ماكو هيد، الهيد ما تحكون لي جوا، فحكوا عندنا الأول كرينون بروسس. الأول كرينون بروسس من عشان قبل شوي بالهيوموس، لأن الهيوموس حتحتوين على الفاسة نسميها الأول كرينون فاسة. هاي شنو الفائدة مالتها؟ حيقعد بها الأول كرينون بروسس مال الأولنا. The old cranial process forms the proximal end of the ulna. It forms the eminence of the elbow. يعني هاي المنطقة الانتفاخ مال الألبو هو المسؤول عنه، هو the old cranial process حيكون أكبر جزء من هاي المنطقة. And it has a notch that articulates with the trochlea of the humerus. هذا هو كله نسميه old cranial أو old cranial process. هاي المنطقة مالته صار notch نسميها the trochlear notch. هاي حتجي للتروكليا اللي قلنا تشبه البولي، حتقعد هنا مثل السادل. ف التروكليا راح تقعد بهاي المنطقة، التروكليا مال الهيومرس، وهذا الأولد كرينون نفس الوقت الهيومرس قلنا راح يكون بفاسة سميناها أولد كرينون فاسة، فهذا حيقعد بالهيومرس، والتروكليا راح تجي تقعد هنا، يسوينا الجوينت ما بين الأولنا والهيومرس. And it has a notch. Okay. Below the old crinon process is a triangular process called the coronoid process, which sits in the coronoid fossa of the humerus during flexion. يعني ما راح نسوي flexion. اكو عندنا جوا الـ crinon process triangular process نسميه الـ coronoid process. هذا هو triangular process نسميه الـ coronoid process. ما راح نسوي flexion. اكو عندنا فاسة موجودة بالهيومرس راح يطب بها هذا الـ coronoid process على ما يسوي احتكاك بالمنطقة ما يأذي عضلات. عندنا radial notch. The radial notch is found on the coronoid process for articulation with the radius forming the proximal radial notch joint. هذا شوية شفناها radial notch. هذه الفائدة مالتها حيتربطنا بها medial end مال الهيد. Like the radius, the ulnar shaft is tapered and on its medial border is the interosseous border which serves the same purpose as the one found in the radius. مثل ما قلنا قبل شوية هذول هم medial borders. Medial borders حيكونون sharp ويحتوي على interosseous borders. الفائدة مالته راح يربطونا بالinterosseous membrane اللي راح يربطنا البونز مع بعضهم. The posterior border of the ulna is prominent and can easily be palpated. يعني هسه هاي الأولنا عندنا هذا هو الانتيريور border. البوردر اللي من الجهة الثانية اللي هي نقدر نحس بها هنا حتكون prominent وحنا نقدر نسويها palpation من خارج ال أو عندنا subitaneous fossa found below the radial notch gives clearance for the movement of the bicipital tubercle. هذه قلنا bicipital tubercle أو radial tuberosity. الفائدة مالتها هنا أكو عندنا fossa من يضبطون الأعظام مع بعضهم على ما يصير عندنا friction، فهذه tuberosity راح تقعد بالfossa اللي سميناها bicipital fossa لأن ما أخذ اسمها أو subitaneous fossa gives clearance for the movement of the bicipital tubercle أو of the radius. The posterior border of the fossa is sharp and known as the supinator crest. تمام. موجودة الجهة الثانية. نعم. زين هنا هي ما مغطاة بهالكارتريج، شلون ما يصير احتكاك؟ لا، أنا مو قصدي يعني حيصير articulation بيناتهم، يعني قصدي ما راح يسوي flexion، العظم حيتقرب من بعضه. فيعني بدل ما يطخ العظم راح يطب الفاسة اللي جوا. يعني فما راح يطخ بين. ماكو articulation بيناتهم. بس مكان يعني شلون تعطينا مساحه على ما يتحرك العظم واحده ما يدخل بالعظم الثاني. ما اعرف والله هاي احتمال ناخذها يجوز بالبلوك مال مسلز، احتمال يكون مسلز هنا هو هواي اكو عندنا مسلز بالفور ارم. اي السوبر نيرف تيريس. اوكي هي هنا عندنا هسه قلنا هذه الفاسه النهايه مالتها اللي جوا. The posterior border of the fossa is sharp and known as the supinator crest. وهاي السوبينيتر كرست راح يطلب فيها السوبينيتر مصل اللي هي تساعدنا نحرك الغصن جانبيا، بس ما موجود السؤال مالتها هنا. يعني من الجهه الثانيه اكو عندنا فاسه، الحافه الخلفيه مال فاسه راح يكون بها كرست، هذا الكرست حتطلب فيه مصل، وهاي المصل نسميها السوبينيتر مصل. اخر شيء اللي هو الهيد حيكون جوا. The ulna has a small head. هذا هو الهيد مال الأولنا. On its distal end, which has a styloid process on its medial end. يعني هاي سوري هنا المفروض اللاترال اند والميديال اند. قلنا الراديوس هم يحتوون على ستايل بروسس وهم نقول باللاترال اند مالته. ما بقى شيء، بقى البونز اوف ذا هاند.
The hand is composed of three groups of bones. أول شيء عندنا الكاربلز. هذول هنا الكاربلز. هنا بيتا كاربلز هنا الفالانجز. الكاربلز are arranged in two groups. راح نحكيهم هسه راح نبدأ من اللاترال للميديال. يعني إذا أنا راح نبدأ من الثامب للبنكي. الجروب الأول الجروب العلوي راح يحتوي لنا أول شيء على السكافويد اللي هو أول واحد يكون لاترال. بعدين حيجي اللونت والترايكويترول والبيسيفورم. وجواهم جوا السكافويد حنلقى الترابيزيوم. هنا أنا هذا السكافويد وحيجي وراه اللونت والترايكويترول. قلنا بالبداية اللاترال حيكون عندنا سكافولد. بعدها حيجي اللونت والترايكويترول والبيسيفورم. البيسيفورم شوية صعد فوق بس هاي سؤال عندنا بوستيريوم. الجلوب الثاني والعظام عندنا الترابيزيوم اللي هو هذا. بعد الترابيزيوم حيجينا الترابيزويد اللي يجي بصفه. وعندنا الكابيتيت واخر شيء هاميت. هاي هي الشيء بس ناخذ اسماء العظام. عندنا الميتاكاربلز اللي هم خمسة عظام each articulating with the corresponding phalanges. يعني عندنا الفيرست ميتاكاربلز طبعا احنا بدنا نحسب من الثامب. هذا حيكون الفيرست ديجيت والسكند ديجيت اللي حد الفيرست ديجيت. الفيرست ميتاكاربلز حيكون طبعا الفيرست فالنج والى اخرين. وعندنا phalanges are five phalanges named 1 through 5 from the thumb to the pinky. طبعا عندنا اصابع الاربعه هذول حيحتوون 3 phalanges والثامب حيحتوون 2 phalanges.